بالمناسبة هسه أنا هم سجلها عليه بداية العام راح يشهد عمل إرهابي قوي جدا. هسه بدأت هذا العام. يعني قصدك في منطقة ما؟ إيه طبعًا. يعني منطقة وين؟ ما أقدر أقول لك، قد تكون في أوروبا قد تكون ما أعرف بالضبط، لكن أقدر أقول لك إن في بداية العام راح يشهد عمل إرهابي قوي جدا. السنة الجديدة تطل على تركيا وهي تقطر دما، عشرات القتلى وعشرات الجرحى في ملهى ليلي بمقاطعة أورتاكوي بمدينة إسطنبول. ظنت بلدية إسطنبول أنها تحسبت لمثل هذا الاعتداء، نشرت 17,000 من عناصر الأمن، ولكن الفاعل جاءها متنكرا في زي بابا نويل قبل أن يخرج سلاحه ويقتل حارس من الشرطة ويقتحم النادي علما فيه من المحتفلين بالسنة الجديدة 2017.